السلام عليكم وإشراقة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لأبنائي وبناتي طلبة الصف الأول تخصص ميكانيكا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وموضوع حلقتنا اليوم عن مادة الخامات. مادة الخامات احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده فيها، وقلنا إن مادة الخامات بقدر أتعرف فيها عن إيه يا ولاد، أو على إيه بقدر أتعرف على المواد المعدنية والمواد غير المعدنية وإزاي أقدر أستخدمها. وقلنا من بداية مراحل المواد أو استخراج المواد من الأرض، وهي اسمها إيه؟ وهي اسمها غفل، لحد ما بخليها حاجة اسمها خام، أعمل على الخام ده بعض التفاعلات. التفاعلات دي بعملها في حاجات اسمها أفران. الأفران دي بتبقى فيها درجة حرارة عالية جدا، وعن طريقها بيحدث تفاعلات للغفل اللي أنا طلعته ده وحولته لخام، علشان أخليه إيه سنة أولى، علشان أخليه معدن أقدر إن أنا أستفيد بالمعدن ده وأوظفه في الصناعات. خدنا في الحلقة اللي فاتت نعمل مراجعة بسيطة كده عنها، قلنا اتكلمنا عن خام الحديد، وقلنا إن هو خام مهم جدا وبيستخدم بداية من الإبرة لحد الطيارات والعربيات والسكك الحديدية. وقلنا كمان إيه؟ قلنا إن مناطق تواجد الحديد في مصر فين؟ واتكلمنا كمان عن خام النحاس، وقلنا أماكن تواجده في مصر فين؟ والألمونيوم والمنجنيز. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأربع مواد المهمين دول. وكمان بدأنا نمسك إيه؟ بدأنا نقول إحنا عايزين الخام نفهم بقى، إحنا عايزين نفهم يا سنة أولى هو إحنا إزاي المنتج اللي بيطلع لنا ده، أو الحاجة اللي بتطلع لنا دي مثلا زي ما إحنا قلنا زي الأواني، إزاي الحاجة دي أو إزاي الكرسي من الحديد ده أنا من بداية التصنيع أو من بداية خالص من بداية استخراج الحديد وهو لسه في الأرض لحد ما بيطلع لي منتج كده، أنا عايز أعرف العمليات دي إزاي. اتكلمنا عن إيه؟ قلنا إن الحديد بيجرى عليه بعض العمليات، زي ايه؟ اول حاجة استخراج الغفل اللي هو اتفقنا الغفل ده اللي هو ايه سنة اولى، الناس اللي مذاكرة برافو، الغفل اللي هو اللي جبناه من باطن الارض. بعد كده عملت له ايه؟ عمليات، زي عمليات حاجة اسمها اول حاجة الفرز، ببدأ افرز خام الحديد وببدأ اطلع منه الخام اللي بيحتوي على نسب حديد، او الخام الصالح للاستخدام والغير صالح للاستخدام. بعد ما بعمل له عملية فرز بعمل له بعد كده عملية تكسير عن طريق كسرات، والكسرات دي بتخلي لي الخام بتاعي أقدر إن أنا أو المواد الغفل دي أقدر أطلع منها الشوائب والأتربة، وبتوفر لي كمان إن أنا لما أجي أنقلها أقدر أنقلها بسهولة. بقى عملت إيه كمان بعد التكسير؟ بدأت أعمل فرز، أبدأ أفرز بقى الخام اللي موجود عندي ده وأغسله. بيتغسل إزاي؟ بطريقتين، في طريقة اسمها أو بيتفصل، يتغسل أو يتفصل، بعملهم بطريقتين، أول طريقة اللي هي مغناطيسية أو التعويم، والطريقتين دول اللي أنا بستخدمهم في عمليات الفرز. وبعد كده بيتم الغسل، الغسل ده بيعمل لي إيه؟ لما بغسل الخام بيبدأ يتخلص لي من الشوائب والأتربة اللي موجودة. بعد ما غسلته أبدأ بعد كده، ما هو دلوقتي أنا عندي الخام في مية، أنا هقدر أستخدمه في أي حاجة؟ لا، لازم الأول أخليه خام جاف. أعمل إيه عشان أخليه خام جاف؟ في عملية اسمها عملية التحميص. العملية دي بتحدث في خام أو غفل الحديد علشان أتخلص من الرطوبة وثاني أكسيد الكربون اللي موجود في غفل الحديد. طب أنا خلاص عملت له عملية تحميص وبعد كده طلعته، أنا عايز بقى أعمل له إيه؟ عملية اسمها فرز. يعني إيه؟ أو بستخلصه. أستخلصه يعني إيه؟ يعني أبدأ أطلع المواد الغفل اللي فيها نسبة حديد عالية علشان أقول دي هستخدمها، وأطلع اللي فيها نسبة حديد قليلة أستخدمها في صناعات تانية أو في حاجات تانية. طب أنا بقى عملت إيه؟ عملت تحميص، وبعد ما عملت عملية التحميص عملت حاجة اسمها التركيز الكهرومغناطيسي. ده بيتم زي ما احنا شرحنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا مراجعة بسيطة كده، عن طريق اسطوانات. الاسطوانات دي بيبدأ يحصل إن الأحجار بتنزل عليها، والاسطوانه دي بتكون اسطوانه كهرومغناطيسيه بتبدا تجذب ليها الاحجار اللي فيها نسبه حديد عاليه قريبه منها، واللي فيها نسبه حديد اقل بتبدا تخليها بعيد. وبعد كده بيتم نقل الحديد ده او الغفل، وبعمل له عمليه اسمها عمليه التلبيد. عمليه التلبيد دي بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره ان انا بجمع بقى الاحجار اللي انا خدتها اللي فيها نسبه حديد عاليه دي، وببدا احطها
في افران تسخين عاليه بتبدا يحصل انصهار او يحدث انصهار للمعدن، وبتتحط في قوالب. القوالب دي بتكون ماشيه على سيور وتبدا تنقلها لي لمنطقه التفاعل اللي انا عن طريقها هطلع معدن. انا لحد دلوقتي بتكلم عن غفر، وبعد كده حولته اهو لسه بقى كل ده غفر، لسه هخليه خام وبعد كده اخليه معدن. حلقة النهاردة بقى هنتكلم فيها عن استخلاص خام الحديد. ازاي بيتم استخلاص خام الحديد؟ نشوف مع بعض. استخلاص الحديد الخام، معظم الحديد الغفر اللي هو موجود او اللي بيحتوي على اكسيد حديد، ده عملية الاستخلاص الهدف منها اختزاله. يعني ايه اختزاله؟ يعني بخلصه من الاكسجين. وده بيتم بتعريضه لمادة الكربون، ببدأ اعرضه يا سنة اولى لمادة الكربون علشان يبقى عندي حديد شبه نقي اقدر استخدمه وادخله في الصناعات. وده بستخلصه في صورة فحم الكوك اللي بيقوم بامداد التفاعل بالحرارة. يعني ايه اللي بيخلي يحصل تفاعل او درجة حرارة عالية؟ ان انا بمد الافران دي بفحم الكوك، ودي شكل للافران. بعد كده بعد ما بستخلصه او بختزله وبتخلص من الاكسجين، بيبدا يتحد الكربون مع الاكسجين علشان يكون غازات اول اكسيد الكربون، بتتحد مع الحديد فهتكون لي مركب اسمه كربيد الحديد. كل دي استخلاصات للحديد. وبيقول ان كل ما زادت نسبة الكربون في الحديد يا سنة اولى زادت صلابته، مش صلابته، صلابته بالدال. يعني معنى كده ان بيكون اكتر صلابة. الصلب اللي بالبيه ده بيكون مادة صلبة، انما الصلادة بتكون اكتر من الصلابة، مادة صلدة جدا. يعني ما اقدرش اشكله بسهولة كده. كل ما تزيد نسبة الكربون في الحديد هتزداد الصلادة بتاعته ومقاومته للاجهادات والصدأ، اي تقلل من قابليته زي ما انا قلت للتشكيل. لما بيبقى معدن صلد او مقاوم للاجهادات، ده اقدر اقول عليه ان انا ما بقدرش اشكله بسهوله. ويتم تقسيم الحديد من حيث الخواص الميكانيكيه ونسبه الكربون الى نوعين. عندي نوعين من انواع الحديد، ايه هما؟ حديد الصلب، وده بتتراوح نسبه الكربون فيه من 1% ل2%، وده بيتصف بالمرونة وتحمل القوى الخارجية. يعني ايه مرونة؟ هو في حديد نقول بيتصف بالمرونة؟ يتصف بالمرونة، يعني بيبقى عندي معدن مرن اقدر ان انا اشكله بسهولة. بقى بخليه حديد صلب بعد ما بضيف عليه الكربون، علشان ايه؟ او كل ما الكربون زاد في الحديد بيبقى الحديد صعب جدا، صلد قوي، ما اقدرش ان انا اشكله بسهولة ولا اقدر اعمل عليه اي عمليات خالص. فانا عايز اتخلص من الكربون او نسبة من الكربون اللي موجودة دي، عملت له عملية استخلاص او اختزال، عمل لي ايه؟ اداني حديد. الحديد ده بقى مرن اقدر ان انا استخدمه او اقدر ان انا اعمل عليه عمليات تشكيل. طب ينفع اعمل عليه عمليات تشكيل دلوقتي؟ لا، لسه هنشوف امتى. ده كده شكل ليه الحديد اللي موجود، اللي انا ممكن عليه بقى زي ما انا بقول ممكن اعمل عليه عمليات تشكيل. يمكن تشكيله بكل وسائل التشكيل، على البارد، على الساخن، بالحرارة، من غير حرارة، بالكبس، بالسحب، بالدرفلة. الحديد اللي ما فيهوش نسبة كربون عالية ده بيبقى عندي، او الحديد الصلب. انا بتكلم دلوقتي عن النوع الاول من الحديد، احنا قلنا نوعين، اول نوع الحديد الحديد الصلب، وده الحديد الصلب ده بقدر بعمل بيه ايه؟ قال لي ان هو سهل التشكيل، ممكن اجري عليه عمليات طرق او سحب، وممكن اشكله على البارد او على الساخن. يعني ممكن امسك الحديد الصلب ده واربطه مثلا في المنجله وبالشاكوش ابدا اعمل عليه عمليات زي التانية او اكثر، الزاويه بتاعته ينفع على البارد. طب لو على الساخن ممكن اسخنه واعمل عليه عمليات زي اللحام. عشان كده بقول ان اول حاجه من نوع الحديد اللي هو الحديد الصلب اللي هو قابليه تشكيله بسهوله. نشوف كده كمان حديد الزهر، ده النوع التاني. مش احنا قلنا في نوعين من الحديد، اول نوع اللي هو الحديد الصلب اللي انا بقدر اشكله بسهوله. حديد الزهر نسبة الكربون فيه بتتراوح ما بين 2.5% ل 3.75%، ويتصف بالقصافة والهشاشة، معدن قاصف هش سهل. القصافة ده يعني حاجة بتتكسر بسرعة بسهولة، والهشاشة وسهولة الكسر تحت تأثير القوى الخارجية. أول ما يبدأ يحصل تأثير قوى خارجية عليه ألاقي معدن الحديد الزهر ده معدن هش بيكسر بسهولة. القصفة دي يا ولاد يعني قابلية المعدن للكسر. وده شكل للحديد الزهر، فيه صورة منتج لسه.
ايه كمان؟ الحديد الزهر ايه؟ لا يمكن تشكيله بهذه الطرق سواء على الساخن او على البارد، لان في نسبة كربون عالية، لا ينفع اشكله لا على الساخن ولا على البارد، انما يكتفي بتشكيله فقط بالزهر والصب في قوالب، وبسمي دي قوالب الحديد او حديد الصب الزهر. يعني انا ممكن استخدم الحديد الزهر ده في حالة واحدة بس، لو انا جبت الحديد الزهر ده وعرضته لدرجة حرارة عالية جدا يحصل عندها انصهار للمعدن، وابدأ اصبه في قوالب. استخدم بقى القوالب دي ممكن في فرش الماكينات زي المخارط وزي الفرايز، لانه بيتحمل حديد الزهر بيتحمل الضغوط العالية، بس هو ما بيتحملش ايه؟ ما بيتحملش الطرق. يعني لو انا دقيت عليه معدن قاسي هش سهل ان هو يتكسر بسهولة. نكمل كده مع بعض. الفرق بين الحديد الصلب وحديد الزهر، بقى احنا اتفقنا ان في نوعين من انواع الحديد، الحديد الصلب والحديد الزهر، هو نسبة الكربون. يبقى الفرق الوحيد بين الحديد الصلب والحديد الزهر في نسبة الكربون يا سنة أولى، ونسب الشوائب، نسبة الشوائب فيه بتكون أعلى. لذلك يمكن تحويل حديد الزهر لحديد صلب إمتى؟ لما أقلل نسبة الكربون فيه. أقلل نسبة الكربون في الحديد الزهر بقى عندي على طول حديد صلب، وده شكل ليه سبائك الحديد الزهر. علشان اتخلص من الشوائب اللي موجوده وابدا لازم اعمل ايه؟ لازم اعرضه لدرجه حراره عاليه جدا، درجه الحراره العاليه دي تخليه يتحرق وتحولهولي او تحول لي الغازات باضافه ماده تسمى مساعد الصهر. مساعد الصهر ده هو اللي بيعمل عمليه الصهر ويخلي المعدن بتاعي ينصهر. بتحتاج العمليه دي لافران من نوع خاص بتسمى الافران العاليه. احنا اتفقنا ان معدن الحديد ده المعدن بتاعي معدن صلب جدا، الخامة بتاعته خامة متينة جدا. علشان انا اشكله او اجري عليه عمليات تشكيل او اخليه او استخدمه في المنتجات لازم اعمل ايه؟ لازم اوديه او احطه في مكان فيه صهر. طب المعدن ده ما بينصهرش بسهولة، ادخله في حاجة اسمها الافران العالية. الافران العالية دي بتكون موجودة علشان أصهر عن طريقها، أو يتم عن طريق الأفران العالية استخلاص الحديد من حديد غفل إلى حديد معدن أقدر أستخدمه بسهولة، بتطلع لي خام. الأفران العالية بتاخد الحديد الغفل بالمراحل اللي احنا قلنا عليها دي كلها، وبعد كده آخر مرحلة الحديد المنصهر يبدأ يدخل على فين؟ يبدأ يدخل على الأفران العالية علشان يطلع لي خام. نشوف كده مع بعض الافران العاليه دي اللي بتستخدم في استخلاص الحديد عباره عن ايه، والافران العاليه دي موجوده فين. الافران العاليه دي سنه اولى موجوده في مصانع الحديد والصلب لانها ضخمه جدا، هنشوف دلوقتي طولها قد ايه وعرضها قد ايه والمناطق فيها كبيره جدا. نشوف كده مع بعض. انتاج الحديد الخام في الفرن العادي، ايه اللي بتتميز بيه الافران العاليه علشان تديني منتج حديد خام؟ انا لحد دلوقتي يا سنه اولى بتكلم عملت الحديد الغفل ووصلته للخام، لحد هنا بقى اسمه لسه حديد خام. بتتميز بيه الافران العاليه كفاءتها وارتفاع اقتصادها، لانها بتعمل لي كميات كبيره او بتنتج لي كميات كبيره من الحديد الخام، وبيحتاج استخلاص الحديد الغفل لافران خاصه علشان تحوله لحديد خام كمرحله اولى. يعني ما ينفعش اخد الحديد الخام وراح اصنعه عن طريق الافران العاليه او الفرن اللافح، ده اسمه الفرن العالي، وعن طريق ان انا باخد الخام واحطه في مراحل هنتكلم عنها دلوقتي وادخله في مراحل داخل الفرن علشان يطلع لي حديد خام. يتم اختزال الحديد وتحويله لحديد خام باستخدام غازات ساخنه مثل الهيدروجين والميثان واول اكسيد الكربون، او باستخدام الكربون. يبقى دي حاجه مهمه جدا، معلومه مهمه، اختزال الحديد وتحويله لحديد خام بيتم باستخدام ايه؟ الغازات الساخنه زي الهيدروجين والميثان واول اكسيد الكربون او باستخدام الكربون. الغازات دي كلها بتعمل ايه؟ الغازات دي كلها بتتحد علشان هتبدا تعمل لي عمليه صهر للمعدن، وهنا كده المعدن وهو منصهر. ويمكن تحويل الحديد الغفل اللي هو عندي اللي انا استخرجته او اللي استخلصته ده لخام، هعمل له خام بطريقتين. اول طريقه التسخين الكهربائي، ودي بتكون عباره عن افران كهربيه او الافران العاليه لانتاج الحديد. يبقى يتم تحويل الحديد الغفل لحديد خام عن طريق حاجتين اساسيتين،
او عن طريق طريقتين اساسيتين. اول طريقه ممكن استخدم الافران الكهربيه علشان احول الحديد الغاف لحديد خام، وهنشوف برضو في الحلقه النهارده ازاي. النوع الثاني او الطريقه الثانيه استخدام الافران العاليه لانتاج الحديد. نتكلم عن الفرن العالي. الفرن العالي بيتكون من اربع اجزاء رئيسيه، في اربع اجزاء رئيسيه في الفرن العالي، عن طريقهم بيحصل تفاعل ويطلع لي حديد خام. ده كده يا سنه اولى الفرن العالي. انا دايما بحب اجيب رسمه الكتاب علشان واجيب رسم يعني رسومات تانية تشوفوها، بس رسم الكتاب مهم جدا عشان يبقى قدامكم تشوفوه. هنا كده ايه؟ هنا بيقول لي اول منطقه، المنطقة الأولى اللي هي تحميص الشحنة، زي ما احنا اتفقنا ان انا بخلصها من الرطوبة وبخلصها من ثاني أكسيد الكربون، دي اسمها تحميص الشحنة. درجة الحرارة فيها كام يا سنة أولى؟ درجة الحرارة بتتراوح ما بين 250 ل 500 درجة، أهي من 250 ل 500 درجة. المنطقة الثانية اسمها انفصال الشوائب، بيبدأ يطلع لي الشوائب أو الشوائب أو الأتربة اللي موجودة، ودي درجة الحرارة فيها كنا لسه محتفظه بدرجه حرارتها زي الدرجه اللي فوق. المنطقه الثالثه دي اسمها الاختزال النهائي، ان انا بستخلص بقى الحديد، ودي درجه الحراره فيها بتكون من 850 درجه. المنطقه الرابعه الانصهار التام، عند المنطقه دي بيحصل انصهار تام للغفل الحديد، ودرجه الحراره بتصل عندها ل 1900 درجه مئويه. ده كده شكل للفرن العالي. شكل اوضح اهو. هنا كده الحديد المنصهر اللي هو موجود. الاول ايه اللي بيحصل؟ الاول احنا اتفقنا ان احنا عندنا غفل، وعملت له عمليه انصهار وعملت له تلبيد وحطيته في صناديق. الصناديق دي ايه اللي بيحصل؟ اهو هنا كده بيبدا الغفل بتاع الحديد يدخل عن طريق العربات دي، وتطلع كده تدخل فين؟ في الفرن العالي. عربه بتنقل الحديد الخام وفحم الكوك وفحم الجير. هنتكلم دلوقتي فحم الكوك وفحم الجير بيشتغل ازاي او ايه التفاعل اللي بيحصل. وهنا كده بتدخله في الفرن العالي، ودي كده انابيب بعد كده علشان تخرج الغازات اللي بتتكون عن طريق فحم الكوك والحجر الجيري، ودي فتحه بعد كده بتنزل لي ايه؟ الخبث اللي هو الناتج بتاع الحديد، وهنا كده بتنزل لي الحديد المنصهر. هو ينفع يا سنه اولى ان انا اشغل حاجه من غير ما يكون او في مؤثر عليها؟ يعني ينفع اعمل انصهار للمعدن من غير ما يكون اصلا في ماده تساعدني على الانصهار؟ المعدن بينصهر ازاي؟ او الحديد الغفل ده بينصهر ازاي؟ بينصهر عن طريق حاجه اسمها فحم الكوك. فحم الكوك ده نوع من انواع الفحم، وده بعد كده بجيبه وببدا ان انا ادخله مع الحديد الغفل علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل لي حراره علشان يحصل انصهار. طب الحراره دي بتنتج عن طريق ايه؟ بيبدا في حاجه اسمها في الفرن العالي اسمها المبدلات الحراريه. المبدلات الحرارية دي بتجيب الهواء العادي السائع اللي بره ده بيبدأ يدخل لها. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ايه؟ بتحصل ان المبدلات الحرارية دي بتحول لي الهواء البارد اللي دخل لهواء ساخن عن طريق المبدلات الحرارية. تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تعمل عملية اشتعال لفحم الكوك. طب فحم الكوك ده هيشتعل لوحده؟ لا، لان الكميات اللي بنشغل بيها الفرن العالي كميات حديد كبيرة جدا، فعملنا حاجه اسمها مساعد الصهر. مساعد الصهر ده عباره عن ايه؟ عباره عن نوع اسمه الحجر الجيري. الحجر الجيري ده بحطه على الفحم كمساعد صهر علشان يخلي عمليه الاشتعال او التفاعل تكون كبيره، فيخلي المعدن ينصهر بصوره سريعه، لان زي ما احنا اتفقنا الفرن العالي بيتحط فيه كميه كبيره جدا يا سنه اولى من خام الحديد، بينتج لي كميه رهيبه جدا من خام الحديد. نكمل كده مع بعض. غرفه الشحن دي من المناطق الأساسية اللي موجودة في الفرن العالي، دي بتقع في القمة. غرفة الشحن معناها إيه؟ إن اللي عن طريقها بيتم شحن الحديد الغفل، ودي بتكون موجودة في قمة الفرن، وهي بتكون على هيئة ناقوسين. الناقوسين دول بيكون في فتحة علوية علشان ندخل منها الحديد، والفتحة السفلية بتكون مقفولة. ليه مقفولة؟ علشان في غازات وفي حرارة أنا عايز أقفل عليها علشان يحصل عملية تفاعل. وبعد كده بقفل الفتحة العلوية وافتح الجزء السفلي عشان يعمل لي ايه؟ علشان ادخل الشحنة داخل الفرن. يعني بعد ما بعمل درجة حرارة عالية او بيحصل تفاعل حراري، ابدأ ان انا بقى اقفل الفتحة وافتح واعمل الفتحة اللي تحت افتحها علشان ادخل الشحنة.
مناطق التفاعل، انا خلاص دخلت الشحنه بتاعتي، عايزه اعمل لها تفاعل بقى ويبدا انصهار. هي على شكل مخروط ناقص طويل مبني بالطوب الحراري المغلف بالصاج، يبقى الافران الحراريه هي عباره عن شكل مبني بالطوب الحراري المغلف بالصاج من الخارج، وبتكون الشحنه على شكل طبقات، على هيئه طبقات يا سنه اولى، وتتم فيها التفاعل عن طريق صهر الحديد بفعل الحراره. يعني الحديد بينصهر في الافران العاليه عن طريق ايه؟ عن طريق الحراره. طب الحراره دي جت منين؟ زي ما احنا اتفقنا جات من المبدلات الحراريه اللي خدت الهواء اللي موجود وبعد كده خليته هواء ساخن. الهواء السخن ده بدا يدخل فين؟ بدا يدخل على الفحم. طب الفحم بدا يشتعل، بس هو محتاج اشتعال او تفاعل اكبر. راح حاطط لي ايه؟ راح حاطط لي حاجه اسمها مساعد الصهر، اللي هو الفحم او الحجر الجيري مع الفحم، علشان تعمل لي عمليه تفاعل. كل ده بيحصل فين؟ في منطقه اسمها منطقه التفاعل. يبقى منطقه التفاعل دي اللي بيحدث عن طريقها تفاعل بين الفحم وبين الحجر الجيري وبين الحديد او بين الهواء السخن اللي داخل. نشوف كده مع بعض الصوره، نشوف الصوره مع بعض يا سنه اولى. هنا كده الحديد المنصهر، نشوف كده نبص مع بعض الحديد المنصهر هنا اهو. دي كده العربيات اللي بتنقل الخام، وبعد كده شايفين ايه اللي حصل؟ دي كده غرفه الشحن اللي هي بيدخل فيها الخام. بعد كده ايه بقى اللي حصل؟ بعد كده هنا في حجر الجيري وفحم الكوك علشان يدخلهم لي فين؟ في منطقه التفاعل عند الفرن العالي. طب في هواء اهو مكتوب الهواء الساخن. الهواء الساخن ده اللي هو بيدخل سخن؟ هو في هواء بيدخل سخن؟ لا، بيدخل هواء عادي، انما في حاجه هنا كده اسمها المبدلات الحراريه. المبدلات الحراريه دي بتحول لي الهواء اللي داخل الى هواء سخن، تبدا تدخله لي على الفحم والحجر علشان تزود لي من التفاعل داخل الفرن. في هنا فتحتين في الفرن زي ما احنا شايفينهم يا سنه اولى. في هنا فتحه الحديد المنصهر اللي هي بتنزل لي بعد كده الحديد، وهنا في فتحه الخبس اللي موجوده على اليمين دي. دي فتحة الخبث، وهنتكلم يعني ايه الخبث، ودي الحديد المنصهر. مش احنا يا سنة أولى أي تفاعل بيحصل بينتج عنه ايه؟ أنا بعمل تفاعل ليه؟ أنا أصلاً بعمل استخلاص للحديد ليه؟ عشان أطلع منه الشوائب والأتربة والحاجات العالقة اللي فيه وأحوله لحديد خام، بعد كده أعمله حديد، أحوله لحديد معدن علشان أقدر أستخدمه في الصناعات. فلما بيحصل تفاعلات داخل الفرن العالي ده بيطلع لي الحديد المنصهر من ناحيه، والناحيه الثانيه حاجه اسمها الخبث. الخبث ده عباره عن ايه؟ الخبث ده هو نواتج الفرن العالي اللي طالعه من الحديد. في ايه بقى النواتج؟ مش في فحم بيشتغل وفي حجر جيري بينتج عنهم ايه؟ اتربه وبينتج غازات. بيتجمع ده كله وبينزل من جهه ثانيه اسمها او من ناحيه ثانيه مقابله للصهر او نزول المعدن المصهور اسمها فتحه الخبث. نشوف كده كمان مع بعض منطقة الانصهار التام، وهي على شكل مخروط ناقص في جزء سفلي، وده بيكون موجود في القاعدة، وهو مبني بالطوب الحراري ومغلف من الخارج بالصاج. وده كده شكل لعملية الانصهار. شايفين يا سنة أولى الحرارة طالعة والمعدن المنصهر عامل ازاي؟ دي كده عملية الانصهار. وفي منطقة الانصهار التام دي بيصبح الحديد منصهر، وبيكون او بيتكون عن طريق بيحط فيه انبوب حلقي. الانبوب ده، الانبوبة دي بتعمل ايه؟ بتغذي الفرن بالهواء زي ما انا قلت. الهواء اللي هيدخل ده بيكون هواء مضغوط وبيبدأ يتعرض للمبدلات بتخليه هواء سخن ويدخل من خلال الفتحات. وده شكل الفرن العالي. هنا زي ما احنا قلنا العربيات اللي فيها الفحم والحجر الجير وخام الحديد، وبعد كده بيدخل عندي للفرن العالي وفي الهواء الساخن، وفي حاجه اسمها الاكتاف او الودانات. حاجه اسمها هنا كده الاكتاف او الودانات، هي اللي عن طريقها ان انا دي كده دي بتبدا تطلع الغازات، ودي خروج الحديد وخروج الخبث. المرقد ده جزء اساسي في الفرن العالي، هو عباره عن ايه؟ جزء اسطواني مبني بالطوب الحراري. هو عباره عن جزء اسطواني، الجزء ده مبني بالطوب الحراري ومغلف بايه بقى؟ مغلف بالصاج من الخارج. يعني اهو عندي كده جزء اسطواني، والجزء الاسطواني ده موجود فيه ايه؟ المرقد ده اللي بيحصل فيه بقى التفاعلات الاساسيه. مغلف بالصاج من الخارج، وبعد كده ده الاناء ده بيتجمع فيه المعدن المنصهر يا سنه اولى. يبقى المرقد ده
هو إناء يتجمع فيه المعدن المنصهر اللي هو ناتج عن إيه؟ ناتج عن الهواء السخن اللي دخل، وناتج عن احتراق فحم الكوخ، وناتج عن احتراق مساعد الصهر اللي هو حجر الجيري. كل ده بينتج عنه خام منصهر أو معدن منصهر بيبدأ ينزل فين؟ على المرقد. ملحقات الفرن العالي، إيه هي ملحقات الفرن العالي؟ أول حاجة وحدة شحن المواد اللي إحنا عن طريقها بنحط المادة في الفرن. وحدة تفريغ الخام، في وحدة علشان بعد ما أخلص عمليات الاستخلاص هيبدأ ينزل لي الخام المنصهر من مكان والخبث من مكان تاني. وحدة تجميع الغازات الناتجة من التفاعلات، ما هو في غازات هتنتج عن طريق التفاعلات اللي بتحصل، الغازات دي هيتم تنقيتها من الأتربة وبعد كده ممكن أستفيد بحرارتها في تسخين الهواء الداخل للفرن مرة تانية. يعني بيبقى في ماسورتين، ماسوره بتجيب الهواء الساخن السخن اللي عندي ده من بره وبيبدا يعمل ايه؟ يخش في تفاعلات. طب في نواتج بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي الغازات اللي ناتجه، الغازات دي ببدا اجمعها تاني وانقيها من الشوائب وابدا ادخلها عن طريق المبدلات الحراريه مره تانيه داخل الفرن. هنا كده دي برضو صوره للفرن، هنا عن معالجه الغاز العادم اللي هو الغاز اللي بيتجمع ده انا هعالجه في المنطقة دي وبعد كده هرجع احوله تاني او ارجعه تاني من المدخل اوديه للافران العالي. تصميم الفرن العالي، بتختلف ابعاد الافران العالية طبقا للتصميم. يعني ايه؟ يعني شكل الفرن العالي بيختلف على حسب تصميم الفرن، انما في العادي هو بيكون كبير جدا، حتى طوله بيوصل ل 8 متر والقطر بتاعه 60 متر. يا ده كتير جدا، يعني 8 أمتار في القطر، القطر بتاعه يعني الفتحة اللي بيدخل منها الشحن القطر بتاعه 8 أمتار و60 متر في الارتفاع. متخيلين يا سنة أولى؟ هنا كده ده شكل زي ما احنا قلنا القمة والمخروط والجزع والموقد أو المركد. إنتاج الفرن الواحد، إنتاج الفرن الواحد، الفرن العالي الواحد بينتج من 800 ل 1700 طن من الحديد كل 24 ساعة. كل 24 ساعة بيطلع لي من 800 ل 1700 طن حديد. شوفوا بقى أنا لو عندي كم فرن ممكن أطلع كمية حديد قد إيه. ويعمل الفرن العالي بصفة مستمرة بتصل ل 12 سنة متواصلة، بيقعد يا سنة أولى 12 سنة متواصلة ما بيتوقفش نهائي. الفرن العالي يقعد لي 12 سنة متواصلة بدون توقف. طب بيتوقف إمتى؟ بيتوقف في حالة واحدة بس، لو عايز ارمم. مش احنا اتفقنا ان الفرن العالي فيه اجزاء من الطوب الحراري؟ طب بيحصل من التفاعلات ان الطوب ده محتاج ترميم، لو انا هرممه او اعمله عمليات صيانه بس بوقفه، غير كده الفرن بيفضل شغال ممكن يشتغل لحد 12 سنه. طب هو يا سنه اولى ليه انا بستخدم الافران العاليه دي بالصوره الكبيره دي او انتاج الحديد؟ لان انتاج الحديد زي ما احنا اتفقنا مهم جدا، انا بستخدمه في كل الصناعات، مش زي الالومنيوم مثلا، مش زي النحاس. النحاس او الالومنيوم ممكن يدخل في صناعات وصناعات لا، انما الحديد ماده اساسيه، علشان كده بستخدم الفرن العالي لانتاج الحديد الصلب او الحديد الخام. نكمل كده مع بعض، نكمل كده. هنا صوره لخام الحديد والحجر الجيري، وهم بصوا مع بعض كده يا جماعه، خام الحديد والحجر الجيري والفحم، الفحم اللي هو موجود عندنا وبعد كده في الحجر الجيري وبعد كده بحط عليه خام الحديد وببدا ادخله في الافران العاليه. الصوره اللي قدامنا بتقول كده اهو، ده خام الحديد وده الحجر الجيري والفحم وبيبدا تدخل في الافران العاليه. شحن الفرن العالي، بيتم شحن الفرن العالي عن طريق ايه؟ عن طريق عربيات. العربيات دي بترفع الشحنة او بتنقل الشحنة للقمة بتاعة الفرن العالي. احنا اتفقنا ان الفرن العالي ده الطول بتاعه 60 متر كبير جدا، فانا علشان اطلع له الخام اللي عندي ده محتاج عربيات، بيبقى سلم كده وعربيات بتطلع، عربيات مخصوصة معمولة للفرن العالي بتكون محملة بالشحنة وبتكون مكونة من الحديد الغف. الشحن بقى بيبقى ايه؟ العربيات اللي بتطلع دي. هو انا بقى سنه اولى لما اجي اشتغل على الفرن العالي هقعد اطلع عربيات تودي الحديد وبعد كده عربيات تودي الفحم وبعد كده عربيات تودي الحجر؟ لا، انا بجمعهم كلهم مع بعض والعربيات دي بتنقل لي ايه؟ بتنقل لي حديد الغف وفحم الكوب ومساعد الصهر اللي احنا اتفقنا اسمه ايه؟ الحجر الجيري. تشغيل الفرن العالي، بيغذي الفرن العالي او بيتغذى عن طريق الفرن العالي زي ما احنا اتفقنا بالهواء الساخن.
علشان يعمل لي عملية احتراق للكربون اللي موجود في الحديد، بيحصل دخول للهواء الساخن ده عن طريق ايه؟ زي ما انا قلت لكم حاجة اسمها الودانات او الفتحات. ودانات يعني فتحات موجودة فين؟ موجودة في اسفل الفرن، ودرجة الحرارة للهواء 240 درجة. هنا بقى استخلاص الحديد، ان بنقول ان في الفرن العالي بيحصل عملية ايه؟ بيحصل عملية استخلاص للحديد الخام. يعني ايه استخلاص؟ يعني بيبدأ الحديد الخام يدخل عندي برمز، يطلع عندي يتحد مع الفحم الحجر الجيري، ويتحد مع الفحم الكوف ومع الغازات علشان يطلع لي حديد مستخلص. بتفضل التغذية بالهواء الساخن بدلا من الهواء البارد. انا ممكن اغذي بهواء بارد علشان يعمل ايه؟ يبدأ يعمل لي عمليات اشتعال. لا، الافضل ان انا اغذي بهواء سخن علشان اوفر حوالي، لان ده بيوفر لي ايه؟ 70% من استهلاك فحم الكوك. لو انا اديت هواء بارد هيبدا فحم الكوك هستهلك منه نسبه، فعلشان كده لازم اغذي بهواء سخن علشان اوفر 70% من استهلاك فحم الكوك. ويتم التسخين، الهواء ده بيتم تسخينه بالحراره. الحراره دي جايه منين؟ جايه من احتراق غاز او اكسيد الكربون اللي موجود في العادم، العادم اللي انا جمعته من الغازات اللي خارجه من الفرن العالي، وده طبعا بيقلل اثرها على البيئه. لما بجمعها وما بطلعهاش عادم واعيد استخدامها مره اخرى، ده بيقلل لي من تلوث البيئه. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ عن الاجزاء الاساسيه او عن المناطق الاساسيه اللي موجوده في الفرن العالي. منطقه الشحن اللي انا عن طريقها بتدخل عربيات او عربات، العربات دي بتكون محمله بالحديد الخام وفحم الكوك والحجر الجيري، تبدا تنزلها لي فين؟ على الفرن العالي في منطقه الشحن، وبعد كده تنزلها في منطقه التفاعل، وبعد كده بيحصل تفاعل عن طريق الهواء السخن اللي داخل وعن طريق الفحم وعن طريق الحجر. كل ده بيعمل عمليات تفاعل وبيحصل درجة انصهار. بعد كده في منطقة اسمها منطقة الانصهار التام، اللي عندها بيبدأ الحديد الخام ينصهر. نشوف كده مع بعض ازاي بيتم تشغيل الفرن العالي. ازاي بقى لما بتدخل كل المكونات اللي عندي دي في الفرن، ايه اللي بيحصل عشان يشتغل؟ نشوف كده تشغيل الفرن العالي. لتشغيل الفرن بيحتاج كل 1000 طن حديد غفل 450 فحم كوك. يعني في نسب، انا ما ينفعش اروح اشغل الفرن كده على طول. لو انا هعمل 1000 طن حديد هحتاج ايه؟ 450 فحم كوب و300 حجر جيري، 300 طن من الحجر الجيري. ده هيستهلك تفاعلها قد ايه من الهواء؟ 3600 من الهواء. يعني ال1000 طن احتاج له 450 فحم كوب، 300 حجر جيري علشان يديني تفاعل مع الهواء اللي بيساوي 3600. تكون الخبث اللي احنا قلنا اللي هو الناتج من التفاعلات، هو ناتج اتحاد حجر الجيري. الخبث ده بقى بيجي منين؟ او احنا قلنا معناه ايه؟ هو اتحاد حجر الجيري مع بقايا التفاعلات بين الغفل اللي هو الحديد الغفل والكربون. وفي شوائب بتطلع او تراب، التراب الناتج ده هو اللي بينتج عنه من احتراق الفحم. علشان كده بقول الخبث هو عباره عن نواتج للفرن العالي. وبعد كده الخبث ده بيعمل ايه؟ بيطفو على سطح الحديد المنصهر، وعلشان كده بقدر ان انا ازيله بسهوله، ودرجه حرارته بتوصل لدرجه حراره 1500 درجه. ودي صوره هنا كده لنفايات الغاز، وصوره لتكون الخبث والحديد المنصهر. ايه هي بقى التفاعلات اللي بتتم داخل الفرن العالي؟ في اربع مناطق رئيسيه في الفرن العالي بيحصل فيها التفاعلات. اول حاجه المنطقه الاولى دي بيتم فيها تحميص الشحنه، وهي بتكون موجوده في قمه الفرن، وبتتراوح درجه الحراره فيها من 250 ل 550 درجه، وفيها بتفقد الشحنه رطوبتها. المنطقه الاولى دي لما بدخل فيها الشحنه، ايه اللي بيحصل لها؟ عمليه تحميص، بيبدا الشحنه بتاعتي ما يبقاش فيها اي رطوبه نهائيه سنه اولى. ودي التفاعلات اللي بتحدث داخل الفرن العالي. وفيها يبدا الاختزال الجزئي في المنطقه الاولى دي، بيبدا الاختزال الجزئي للغفل بفعل غاز او اكسيد الكربون. بيحصل بقى ايه؟ اختزال اهو للكربون الساخن المتصاعد مع ثاني اكسيد الكربون، وده بيكون نتيجه احتراق الكربون بفعل درجات الحراره العاليه. المنطقة التانية، احنا قلنا أربع مناطق. المنطقة التانية بعد ما عملنا تحميص للشحنة وحصل فيها تفاعل، منطقة اسمها هي أسفل منطقة التحميص، موجودة على طول بعد منطقة التحميص،
ودي بيتم فيها انفصال الشوائب، بيبدأ يفصل لي الشوائب والأتربة اللي موجودة، وبتبلغ درجة الحرارة عندها بين 550 ل 850 درجة. شايفين يا سنة أولى درجات الحرارة عالية ازاي؟ ويستمر فيها الاختزال الجزئي للغفل. ليه قلت اختزال جزئي للغفل؟ لأن أنا لسه في مراحل تانية هتدخل، أو مناطق تانية هيدخل الحديد فيها، ويتم فيها نزول الشحنة، كل ده في المنطقة التانية من أعلى لأسفل، ويكون نزول الشحنة ببطء. ليه بنزل الشحنة ببطء يا سنة أولى؟ لأن الفرن بالكامل بيكون مشحون على هيئة طبقات، كل ما انصهر جزء حل محله الجزء الآخر. يبقى ده سؤال، لو قال لي ليه المنطقة الأولى في الفرن، المنطقة التانية في الفرن العالي بتكون أو بيكون نزول الشحنة فيها ببطء؟ لأن الفرن بالكامل بيكون مشحون على هيئة طبقات، كل ما انصهر جزء بيحل محله جزء آخر. المنطقة الثالثة، ودي بتسمى منطقة الاختزال النهائي، وبتبلغ درجات الحرارة فيها ما بين 850 إلى 1150 درجة. ودي كده صورة بتقول لي بقى إيه اللي بيحصل في الفرن العالي، منطقة الاختزال اللي هي المنطقة دي. بصوا دي المناطق باينة أهي، هنا كده دي منطقة اختزال الحديد، وهنا كده الحجر الجيري، ودي منطقة تانية، ودي كده دخول الشحنة من هنا، ودي الغازات اللي بتخرج، وده جدار من الحديد اللي هو تكوين الفرن، وهنا كده الهواء اللي بيدخل، الهواء السخن المضغوط او الاكسجين النقي اللي داخل. وهنا كده بيحصل ايه بعد ما بيحصل بقى كده انصهار للمعدن، وبيبدا المعدن ينزل عندي هنا الحديد الصلب او الحديد المنصهر المذاب اللي هو دايب، وهنا كده الخبث اللي هو نواتج الفرن العالي. طب ليه الحديد المنصهر يا سنه اولى هنا بيبدا يبقى تحت والخبث بيطفو فوق؟ لان دايما يا سنه اولى اي حاجه فيها شوائب بتبدا ايه، الحديد ده بقى منصهر، بقى الوزن النوعي او الكثافه بتاعته تقيله، فهتعمل ايه؟ هتبدا تنزل تحت، والخبث هو اللي هيطفو فوق على الفرن. ويتم فيها اختزال الغفل، دي المنطقه الثالثه بنتكلم فيها، بواسطه كربون الفحم، وبيتحول الغفل اللي هو الحديد الى كتله اسفنجيه بتعرف بالحديد الاسفنجي، وده حديد بيكون شبه نقي، يكاد يكون نقي، لان نسبه الكربون بتنخفض فيه جدا. اخر منطقه في الفرن العالي اللي هي المنطقه الرابعه، دي منطقه احتراق الفحم. عند المنطقه دي بقى بيحصل ايه؟ بيحصل احتراق للفحم او انصهار تام. وبيحصل احتراق الفحم ده عن طريق ايه يا سنه اولى؟ زي ما احنا قلنا، عن طريق الاكسجين اللي داخل اللي هو الهواء. بيحصل ايه؟ بيتحد الاكسجين ده اللي داخل مع فحم الكوك ومع الحجر الجيري، ويبدا في درجة حرارة 1900 درجة، وطبعا درجة الحرارة العالية دي بتكون كافية ان هي تتخلص لي او من المنجنيز والسيليكون والكبريت والكالسيوم. احنا كده اتكلمنا عن اربع مناطق مهمة في الفرن العالي. ايه هما الاربع مناطق؟ المنطقة الاولى والتانية والتالتة والرابعة، ودي مناطق بيحدث فيها تفاعلات. بالمنطقة الاولى بينزل فيها الشحنة، وبعد كده المنطقة التانية بيبدأ ايه اللي يحصل؟ بيحصل فيها تفاعل، والمنطقة الثالثة بيبدأ يحصل أو يحدث استخلاص للحديد، والمنطقة الرابعة اللي هي منطقة الانصهار التام. عند المنطقة دي بيحدث انصهار تام لخام أو لغفل الحديد. وفي المرحلة الرابعة دي بيبقى خلاص الحديد اللي موجود عندي بينقسم إيه أو بينزل عن طريق عن طريقتين أو مكانين. مكان بينزل لي الحديد المنصهر اللي انا اصلا عايز، او الهدف الاساسي من الفرن العالي هو ده، ان انا اطلع او اخرج منه حديد منصهر. والجزء الثاني او الفتحه الثانيه دي بتنزل لي الخبث اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن اتحاد اللي طالعه من النفايات بتاعه الغاز والفحم الكوك والحجر الجيري والشوائب اللي موجوده من استخلاص الحديد، بتنزل لي حاجه اسمها الخبث. نكمل كده مع بعض. دي كمان صورة للمناطق أو الأجزاء اللي موجودة في الفرن العالي، اللي هم الأربع مناطق اللي موجودين. وفي المنطقة الأخيرة دي اللي بيحصل زي ما احنا اتفقنا، بيحدث إن الفحم ده بيبدأ يحصل له إيه بقى؟ بيكون بيتحول من حديد نقي إلى حديد متسابق. خلاص الحديد اللي عندي بقى بيتحول من حديد نقي، ببدأ إن أنا أحوله لحديد متسابق. كل ما زادت نسبة الكربون فيه، احنا اتفقنا كل ما زادت نسبة الكربون في الحديد كل ما قلت درجة انصهاره. نسبة الكربون لما تزيد في الحديد يا سنة أولى معناها ان هو بيبقى خام صلب، درجة انصهاره بتبقى صعبة.
فيصبح الحديد المنصهر تماما او الناتج ده بيبقى منصهر تماما وبيتجمع في القاع وبيتم سحبه على فترات مدة كل 5 لـ6 ساعات ابدأ اسحب حديد. ما هو في تغذية مستمرة، الفرن شغال عمال يدخل من فوق من فتحات الشحنة، بيبدأ يدخل لي الحديد وفحم الكوك والحجر الجيري، كل 5 لـ6 ساعات ببدأ اخد منه منتج حديد خام. وده شكل للحديد الخام بعد ما طلع او خرج من الفرن العادي. الخبز بقى بيتم سحبه من فتحة اعلى، اعلى من فتحة ايه؟ اعلى من فتحة الحديد المنصهر، اعلى منها بقد ايه يا سنة اولى؟ بحوالي 1.5 متر، وبيتسحب كل 3 ساعات. الحديد بسحبه من 5 لـ6 ساعات، انما الخبز كل 3 ساعات، لان طبعا الحديد بيتكون منه جزء كبير جدا، فلازم كل 5 أو 6 ساعات، انما الخبز ده كل شوية بيبدأ يتكون عندي رواسب او بيبدأ يتكون عندي اللي هي الشوائب، فلازم اسحبها كل 3 ساعات. ويطلق على الحديد الناتج من الفرن العالي حديد التماسيح. لما يجي لي كده جملة يقول لي ايه هو حديد التماسيح؟ هو ناتج الحديد من الفرن العالي. ليه؟ لانه بيخرج في عبارة او بيخرج عبارة عن كتل كبيرة جدا، نسبة الكربون فيه بتكون 4.5%. يبقى الحديد اللي بيخرج عندي الخام من الفرن العالي اسمه حديد التماسيح. ليه سميه بحديد التماسيح؟ لانه بيطلع عن طريق او على هيئة كتل كبيرة جدا. لما يجي لي سؤال يقول لي هو الحديد اللي بيخرج او ناتج الحديد، طبعا اللي بيطلع لي حديد خام منصهر، بيسمى بايه؟ بحديد التماسيح. نشوف كمان كده ازاي بقدر ان انا احدد كمية الهواء اللازم للتفاعل. الواحد كيلو جرام كربون بيحتاج لأربعة على ثلاثة كيلو جرام أكسجين، وبيحتاج لمية كيلو جرام هواء دي فيها 23 كيلو جرام أكسجين، يعني كمية الهواء اللازمة علشان تتم احتراق 1 كيلو جرام من الكربون إلى أول أكسيد الكربون، يتحول من الكربون يبقى أول أكسيد كربون عشان يطلع على إيه؟ على هيئة غازات بقى عشان نتخلص منه. هتساوي 1 × 4 على 3 في 100 اللي هي كمية الهواء على 23 اللي هي كمية الأكسجين، هيساوي 5.8 كيلو جرام للهواء أو لأول أكسيد الكربون. أما في احتراق الكربون بقى لو في كمية كافية من الأكسجين فبيتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، وبيحتاج احتراق الكيلو جرام الواحد من الكربون ل 8 على 3 كيلو جرام أكسجين، وكده بتكون كمية الهواء اللازمة للاحتراق عايز 1 كيلو جرام لغاز ثاني أكسيد الكربون. هعمل ايه بقى؟ هقول بيساوي 1 × 8 على 3 اللي هو الواحد ده ايه اللي هو الكيلو جرام الواحد، في 8 على 3 في 100 اللي هي نسبة الهواء، في 23 اللي هي كمية الأكسجين، هيديني التفاعل في الفرن العالي. يبقى العملية اللي احنا عملناها دي عشان نقدر نعمل ايه؟ علشان نقدر نحدد انا عايز قد ايه هواء يدخل الفرن العادي يخلي منطقة الانصهار دي تتحول من منطقة عادية لمنطقة انصهار تام، ويبدأ يحصل تفاعل داخل الفرن العادي. تقدير كمية الفحم اللازم زي ما انا قدرت الهواء وعرفت انا هدخل هواء قد ايه علشان يخلي لي فيه انصهار او درجة حرارة عالية، لازم كمان اقدر اعرف ايه هو الفحم او تقدير الفحم. انا ما ينفعش سنة اولى ادخل على الفرن العالي كمية فحم عشوائية او كمية هواء عشوائية او كمية حجر جيري عشوائية، لا انا بحدد، انا وانا بدخل الشحنة ببقى عارف انا هاخد قد ايه او كم طن من الحديد. هاخد مثلا 1000 طن، ال1000 طن دول هيحتاجوا زي ما احنا قلنا لقد ايه فحم؟ مثلا 450. طب هيحتاجوا قد ايه هواء؟ دي كلها حسابات بتتعمل علشان اقدر ان انا استخلص الحديد الخام. ازاي بقدر اقدر كمية الفحم اللازم للتفاعل؟ الكربون طبعا او كربون الفحم لازم يدخل في التفاعل علشان يديني او يكتسب او يتم اكتسابه من قيمة الكربون، وبيحتوي كل كيلو فحم الكوك اللي هو مستخدم في اشعال او في تفاعل الحديد على 85% من الكربون والباقي شوائب. وده شكل للفحم. تقدر كمية الفحم اللازم علشان يصهر لي طن حديد زي ما انا قلت لكم 450 كيلو جرام فحم، يعني نص طن لكل طن حديد او طن فحم كوك لكل طن حديد. شايفين يا اولاد؟ يعني علشان انا احدد اخد طن حديد اخد معاه 450 من الفحم، واخد معاه كمان
طن حديد منصهر، ده هيطلع لي طن حديد منصهر داخل. وده كمان صورة للفحم اللي بيستخدم في الأفران العالية، اللي هو فحم الكوك. فحم الكوك. في بقى مساعد الصهر اللي احنا قلنا عليه اللي اسمه ايه؟ برافو عليكم يا سنة أولى، اللي هو حجر الجير. ده بيقدر ب 25% من كمية الغفل، باعتبار كل 2 طن غفل بيديني قد ايه؟ بيديني طن حديد منصهر. وده شكل لمساعد الصهر اللي هو الحجر الجيري. ايه هو الفحم المستخدم في الافران العاليه؟ احنا قلنا الفحم المستخرج او المستخدم في الافران العاليه هو فحم الكوك، وبيديني 84% من الحراره اللي موجوده في الفرن. طيب ايه اللي بيديني بقيه الحراره اللي موجوده؟ الهواء الساخن اللي بيدخل والمساعد الصهر، هما اللي بيكملوا لي الفرن العالي علشان يطلع لي نواتج. يبقى الفرن العادي كده بملخصه ايه اللي بيدخل فيه؟ الشحنه عباره عن الحديد اللي هو الحديد الغفل او الحديد الخام. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الحديد الغفل هو لسه غفل. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده ما في الحديد الغفل دخل، بيبقى ايه اللي موجود معاه؟ زي ما احنا قلنا الفحم الكوب، وفي الحجر الجيري، وفي كمان الهواء اللي هو الساخن اللي بيدخل عن طريق المبدلات الحراريه، ويتم تبديل الهواء العادي اللي موجود بهواء ساخن علشان يعمل لي عمليه تفاعل داخل الافران العاليه. ودي كمان صوره للفحم. نواتج الفرن العالي بقى، الحديد الخام هو الناتج الاساسي من الفرن العالي، انما الخبث وغازات الاحتراق والاتربه دي كلها بتسمى نواتج سنوية. ليه؟ لأن إنتاجها مش هدف. أنا ما عملتش الفرن العالي يا سنة أولى علشان في الآخر أطلع كمية خبث أو كمية شوائب أو كم، لأ. الهدف أو الناتج الأساسي من الفرن العالي هو الحديد الخام. ما قلتش لسه معدن، أنا بس حولته من غفل في الفرن لحديد خام. يبقى الهدف الأساسي أو الناتج الأساسي من الفرن العالي هو إيه يا سنة أولى؟ برافو عليكم، هو الحديد الخام. وايه كمان؟ في نواتج سنويه اللي هي الخبث والاتربه والغازات اللي بتطلع دي، لان هي مش هدفي الاساسي. فعلشان كده بقول ان هو الهدف الاساسي او الناتج الاساسي هو الحديد الصلب. نشوف كده كمان مع بعض. الحديد بقى الخام اللي بيطلع او بيخرج لي من الفرن العالي ده، ده حديد ناتج من الفرن العالي او الفرن اللافح زي ما احنا قلنا، ده لا يصلح للاستخدام. يعني بعد ما بخرج الحديد من الفرن العالي انا ما ينفعش استخدمه مباشره. ليه؟ لان الخواص بتاعته بتكون رديئه، بيكون لسه حديد هش. لازم يا سنه اولى بعد ما اطلعه من الفرن العالي اخده واروح استخدمه؟ طب وانا اصلا هعرف استخدمه ازاي؟ يعني هعرف ان الحديد اللي طلع من الفرن العالي ده ينفع استخدمه في صناعه الكباري اللي بتتحمل ضغوط عاليه، ولا ينفع استخدمه في صناعه السيارات اللي هي عايزه ما يكونش فيه تاكل او تكون مقاومتها للتاكل عاليه؟ انا لازم احدد الاول ايه هي عمليات تجرى على الحديد الخام اللي خارج من الفرن العالي علشان اقدر استخدمه في الصناعات. يبقى الحديد الغفل اللي طالع من باطن الارض بقى حديد خام بعد ما عملت له ايه؟ بعد ما عملت له عمليه تفاعل داخل الفرن العالي. عايز بقى اخد الحديد الخام ده واحوله لحديد معدن او معدن الحديد علشان اقدر اشكله واقدر احدد له الصناعه المناسبه، او اقدر احدد له ايه هي الحاجه اللي انا اقدر اوظفه في صناعته واستخدمه في الصناعات. نشوف كده. الحديد الناتج زي ما قلنا من الفرن العالي لا يصلح للاستخدام مباشره لانه خواصه بتكون رديئه، فهو هش ولا يتحمل اجهادات الشد والضغط. وهنتكلم في الحلقات الجايه بتوسع عن يعني ايه اجهاد الشد او اجهاد الضغط بسبب ارتفاع نسبه الكربون. نقول بصوره بسيطه كده، اجهاد الشد في بعض العمليات بتجرى على الحديد، في ماكينات اسمها ماكينات للاجهادات بتقيس لي اجهاد الشد او الضغط. بيبدا يدخل لي عينه او خامه من الحديد في الماكينات دي، ويبدا يحدث فيها ايه؟ عمليات شد. في جزئين كده من المكن بيبداوا يشدوا خام الحديد، ويشوف هل الحديد ده هيتشد لحد قد ايه. يعني سي مثلا انا بتكلم عن خامه عاديه، لو جبنا الاستك وقعدنا نشد فيه جامد ايه اللي هيحصل؟ هيتقطع، صح؟ الحديد ده برضو بيتعرض بقى ايه؟ لحاجات او ماكينات اسمها اجهادات الشد. بيبدا يخلي الحديد ده لحد ما خلاص لا، هنا مش هينفع، خلاص كفايه كده. الحديد ده هينفع استخدمه اعمل بيه اصنعه في الكراسي، يتصنع في اي حاجه، او للابر، او لاطارات السيارات. طب
اجهادات الشد او اجهادات الضغط قويه جدا. حلو قوي. الحديد ده هاته، انا هستخدمه في السكك الحديديه، القضبان بتاعت السكك الحديد هستخدم فيها الحديد ده. طبعا زي ما اتفقنا ده كمان شكل ليه الحديد الخام اللي خارج اهو. المنتجات بقى السنويه زي ما احنا قلنا الخبز، وده بيعتبر بيستخدم في ايه بقى؟ بستخدمه في ايه؟ بستخدمه مش هرميه، يعني لما اطلع خبز او استخدم نواتج سنويه مش اللي هطلعه ارميه، انا بستفيد بكل حاجه. هستخدمه في رصف الطرق ومحطات السكك الحديد لانه بيتحمل لفترات طويله جدا بجانب قدرته على العزل الحراري وعزل الصوت، علشان كده بستخدمه. ودي صورة برضو كده بتقول احنا بنطلع ازاي الخبز. الخبز ده بيكون على شكل خيوط رفيعة، ممكن يا سنة أولى أصنعه على شكل خيوط رفيعة بسميها بالصوف الخبسي، وده بستخدمه في تبطين الأفران. بيتم عن طريق الخبز ده ان انا أصنعه على هيئة خيوط وابدأ أبطن بيه الأفران والتلاجات كعازل حراري، بيعمل لي عازل حراري، وكمان بيصنع منه ايه؟ الأسمنت الحديدي والطوب الخبسي، كل ده بستخدمه في بناء المنشآت اللي هو الطوب الخبسي. وده شكل الخبس كده وهو خارج، هو برضو بيكون عبارة عن حديد. يعني انتاج حديد الصلب، يجب تعريض الحديد الخام زي ما احنا قلنا الناتج من الفرن العالي لجو غني بالأكسجين ودرجة حرارة مرتفعة علشان العناصر تحترق. بالترتيب بقى العناصر اللي بتحترق ايه يا ولاد في حديد الصلب؟ ده شكل كده للفرن العالي، نشوف بقى العناصر ايه هي. السيليكون، وبعدين المنجنيز، وبعدين الكربون، وبعدين الفسفور، لحد ما يصبح الحديد عندي طري اقدر اشكله بسهولة ويكون عندي قابل للطرق والسحب والضغط. يبقى انا كده عملت ايه؟ استخرجت، جبت الحديد الغفل من باطن الارض، دخلته عن طريق الفرن العالي، عن طريق غرفة الشحن وغرفة التفاعل والانصهار التام. وايه اللي حصل او ايه اللي خلالي كل منطقة الانصهار دي تعمل فحم الكوك الحجر الجيري الهواء السخن؟ بدأ يحدث لي ايه او يطلع لي ايه؟ ناتج. الناتج الاساسي الحديد الخام، والناتج السنوي الخبز. طب الحديد الخام ده انا عايز اخلصه من المواد اللي موجودة فيه علشان ادخله بعد كده في الصناعات. خلصته من كل المواد اللي موجودة فيه عن طريق ان انا ايه؟ بعرضه لدرجات حرارة عالية جدا داخل الافران علشان يصبح حديد طري اقدر ان انا اشكله بسهوله. احنا كده اتكلمنا النهارده عن الحديد، وقلنا من اول خروجه من باطن الارض وهو غفل لحد ما يبقى عندي حديد خام اقدر استخدمه واعمله حديد معدن. ان شاء الله الحلقه الجايه هنقول ازاي بنحول الحديد الخام اللي موجود اللي انا خرجته ده اخليه لحديد معدن علشان اقدر استخدمه في الصناعات. وبكده حلقتنا تكون النهاردة انتهت، وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية وهتوحشوني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.